معانا سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، عضو المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة. سعادتك السلام عليك ومساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة أبو راشد. مرحبا يا أبو بطي، ايش حالك؟ طيب، الله يطول عمرك. يا الله يبارك فيك. سعادتك اتصل فينا الأخ أبو أحمد من دبل حصن. يعني الأخوة في البلدية، بلدية دبل حصن، يطالبون بطلب يراه هو أن طلب غير منطقي، وهو ضرورة أن يتم توفير مخازن أو أراضي للتخزين بسعة 300 متر مربع أو 250 متر مربع كحد أدنى، لا تقل عن 250 متر مربع. ويقول أنا يعني أشتغل في دبا وأشتغل كذلك في الخروص، وعندي مخزن عندي مخزن في الذيد، لكن قالوا لي بنعطيك مهله بس السنه هذه وعقب تلغي اللي في الذيد ولازم في دبا. زي يقول دبا انتم تعرفون انه ما فيها اراضي، والناس يا دوب تحصل اراضي حق تسكن. وين انا و40 شركه، مثل ما قال 40 شركه مقاولات اخرى يطالبونهم بنفس الطلب. فهذا يقول هو هكذا يقول ان طلب يعني صعب جدا تحقيقه. سعادتك كيف ممكن تحل هذه الاشكاليه؟ جزاكم الله خير أخوي براشد. إحنا استمعنا بياكم لمداخلة الأخ سعيد أحمد، واللي هي متعلقة بطلب البلدية توفير أرض لنشاط شركة المقاولات. وجهنا الآن صاحب السمو حفظه الله ورعاه أن نخصص أراضي صناعية بشكل مباشر لكافة مقاولي دبل حصن في مدينة الذيد، والتنسيق مع بلدية دبل حصن لإنهاء الإجراءات المطلوبة. وبالتالي بتكون المقاولين اللي عندهم أراضي بإذن الله راح ننسق مع البلدية لإنهاء إجراءاتهم، واللي ما عنده أرض أو يحتاج أرض راح يتم توفير الأرض والأراضي موجودة ومتوفرة. الله يجزيك بشكل الله مباشر بأمر من صاحب السمو، وإن شاء الله بننسق مع البلدية ويكون هذا حل للمتطلبات اللي يطلبونها لمزاولة النشاط. أنا أقول الله يجزيه الخير صاحب السمو الله يحفظه على دعم هاي الشباب، خاصة اللي توا بادي حياته ويبى يستثمر ويبى يعتمد على عمره. فإزاه الله خير الآن توجيه صاحب السمو حاكم الشارقة بتوفير أراضي في منطقة الصناعية، في المنطقة الصناعية في الذيد، وتخصيصها لهؤلاء الشباب المواطنين اللي هم عندهم شركات المقاولات. ودائرتكم الموقرة ستقوم بالتنسيق مع هؤلاء المقاولين، كما ستقوم بالتنسيق كذلك مع بلدية دبل حصن لإلغاء الشرط بأن تكون الأراضي في دبل حصن وإنما في الذيد. ما في إشكالية في الموضوع، صحيح؟ نعم، هذا التوجيه بشكل صحيح. جزاك الله خير، وإن شاء الله كل الدعم يقدم لقطاع المقاولات والشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط. الله يجزيك الخير على هذه البشرة الطيبة من صاحب السمو حاكم الشارقة. مشكور يا أبو بطي. العفو، الله يحفظك. جزيل الشكر لسعادة خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.